السلام عليكم. صح الصوت. وهنيئا لنا جميعا بهذه الوقفة التي تنقلنا من عالم الملك إلى عالم الملكوت، إلى تلك العوالم السنية. وإن كان خبب الخطى يقف قبالة الشعراء إحراجا أن يتمسحوا بأعتاب هؤلاء الذين نتشرف اليوم أن نقف قبالتهم ونحن نستعير العنفوان ونضيف للجبل ذرة ولليم الزاخر قطرة من وفاء. في الحقيقة في الموضوع ليس لي ما أقول غير أني أهديهم منافحة للحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاماتهم السرية وفي عوالمهم هناك، بأبي وأمي ما يمور عبابها، هذه العوالم أو تلوح حرابها، بأبي وأمي ما يثار سبابها، فرضت وصار من الوجوب طلابها، هي أمة لهجت برشد صوابها، لبيك يسعى شيبها وشبابها، تسعى وتحفد يا حبيب رجاؤها، حسن الرضا بعد السؤال جوابها. تسعى وتحفد يا حبيب رجاؤها، حسن الرضا بعد السؤال جوابها، هي أمة سكرى بخمر نبيها، إن النبيذ مع الحبيب صوابها، حد اليقين بأن مجدك سامق لا ريب فيه ما يغيب عتابها، إن شذ في غرب البسيطة حاقد فلطالما لفظ النشاز غرابها، ولطالما أعيى الضغائن حلمه، يا سيد الأكوان كيف حسابها، لن يدرك سر الحقيقة كلها في عالم الروح السني رحابها، يا روح طيبة في القرون شذية يسري بها ألق الهداة وسابها، يا أيها الحب المبجل ذكره، ذي أمة انتهت فكيف مآبها، حيرة تماوج بعد في لجج الهوى، أإلى الونا تدمى تساق رقابها، عذرا حبيبي إن لفظت شكاتنا، وهنت عزائمنا فأين غلابها، إني يروع خواطري ويرجني فرض قضى وقل اعملوا وكتابها، لا لوذ للأعذار بعدك مصطفى، إن حاد عن درب الرشاد ركابها، وطن تجزأ والدروب غبينة، قفر وموحشة تخيف شعابها، يا أمة سكرى بخمر نبيها، هذا الحبيب فكيف جوابها، نفسي فداء للنبي وآله، صلوا عليه إن يراد ثوابها.